أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو سوف أتناول وصف الوحدة الأولى والتي هي بعنوان عالمنا قرية صغيرة، وسوف نتطرق في هذه الوحدة إلى فن من الفنون الأدبية بعنوان فن المقالة. فأهلا وسهلا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف السادس. سأقوم بهذا الفيديو بوصف محتوى الوحدة وشرح أهداف التقييم والمفاهيم الرئيسة بالوحدة والحديث عن مشروع الوحدة. محتوى الوحدة الأولى: تتناول هذه الوحدة فناً من الفنون الأدبية وهو المقال، حيث سندرس مجموعة من المقالات بعناوين مختلفة، منها ثورة تكنولوجيا التعليم وأصول اللياقة في التعامل مع الرسائل الإلكترونية، وسيكون هناك مقالات أخرى، كما سنتناول مجموعة من القضايا اللغوية كالمثنى والجمع، وبعض القضايا الكتابية ككتابة ألف التفريق وعلامات الترقيم، وسنطبق ما تعلمته في كتاباتك التعبيرية وأبحاثك والمشاريع التي ستقدمها. المفاهيم الرئيسة في هذه الوحدة: المفهوم الرئيسي في هذه الوحدة هو الروابط، حيث أنك عزيزي الطالب ستقوم بربط ما تعلمته في هذه الوحدة مع العالم الآخر، والمفهوم ذات الصلة، الغرض، الزمان والمكان، والسياق العالمي، الابتكار العلمي والتقني. عزيزي الطالب، تعلم أن هذه الوحدة هي بعنوان عالمنا قرية صغيرة، وتتحدث عن إيجابيات واستخدام الإنترنت، لذلك السياق العالمي لها هو الابتكار العلمي والتقني. أما بالنسبة لعبارة البحث والاستقصاء لهذه الوحدة، فهي: يرتبط التقدم العلمي والتقني بأغراض تتطور عبر الزمان والمكان. أهداف التقييم في هذه الوحدة: التحليل كتحديد الجوانب المهمة للنصوص والتعليق عليها، وتبرير الآراء والأفكار باستخدام الأمثلة، وتحديد أوجه الشبه والاختلاف داخل النصوص. والتنظيم عزيزي الطالب كتوظيف التركيبات التنظيمية التي تخدم السياق، وتنظيم الآراء والأفكار بطريقة منطقية، واستخدام أدوات تبث المراجع والتنسيق لعمل أسلوب عرض يناسب السياق، وإنتاج النص كإنتاج نصوص تعرض التبصر والخيال والحساسية بينما يستكشفون ويتأملون تأملا ناقدا في وجهات نظر، واتخاذ اختيارات أسلوبية من حيث الأدوات اللغوية والأدبية والمرئية. استخدام اللغة كاستخدام مفردات وتركيب جمل وأشكال تعبير ملائمة، والكتابة والتحدث بأسلوب واختيارات لغوية ملائمة، واستخدام القواعد والنحو وعلامات الترقيم الصحيح. مهارات التعلم في هذه الوحدة: مهارة إدارة الذات من خلال إعادة النظر في عملية التعلم والنظر في المحتوى، إذ أنك عزيزي الطالب في هذا الأمر سوف تكتسب مهارة إدارة الذات. مهارة البحث، وذلك من خلال العثور على المعلومات وتفسيرها والحكم عليها وابتكارها وجمع البيانات وتسجيلها والتحقق منها، إذ أنك عزيزي الطالب في هذه الوحدة سوف تستخدم مهارة البحث بكثرة، وسوف تقوم بجمع البيانات وتسجيلها والتحقق منها. ستكتسب عزيزي الطالب المهارات الاجتماعية، وذلك من خلال العمل بفاعلية مع الآخرين، وأيضا اتخاذ القرارات المنصفة والعادلة، وتقديم الآراء والمقترحات المفيدة وتلقيها، والتوصل إلى الإجماع في الرأي. التكامل مع المواد الأخرى:
ستتكامل هذه الوحدة مع مادة تكنولوجيا المعلومات من خلال دراسة الفرق بين الرسائل الإلكترونية والبريد التقليدي. أيضاً ستتكامل مع مادة التربية الفنية من خلال تصميم مجسم يبين سلبيات وإيجابيات الإنترنت، ومادة التاريخ من خلال دراسة تطور التكنولوجيا والفرق بينها في الماضي والحاضر. مشروع الوحدة وربطه بالواقع. مشروع الوحدة عمل مجسمات ولوحات يبرز منها أشكال التقدم العلمي والتكنولوجي وتعليقه على جدران المدرسة، والربط بالواقع من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل مفيد في تعليمه وحياته العملية وتوجيه الآخرين لذلك. الربط مع رؤية ورسالة المدرسة. يمتلك الطالب سمة المسؤولية من خلال الحرص على استخدام الإنترنت استخداماً صحيحاً، والقيم العالمية من خلال تمثل إيجابيات الإنترنت والرسائل الإلكترونية للوصول لعقل متدبر ومنفتح. سوف نستخدم عزيزي الطالب العديد من المصادر في هذه الوحدة كمصدر موضوع من خلال البحث حول هذا المصدر، حول فن المقالة والأمثلة عليها وتعريفها وأهميتها ونشأتها والاستفادة من هذا الموقع، ومن خلال أيضا يوتيوب ومن خلال كاهوت. وبعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، لابد لك عزيزي الطالب من تأمل هذه الوحدة من خلال إجابة عن الأسئلة الآتية: ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي؟ وأي المهارات عزيزي الطالب بحاجة للمزيد من الممارسة؟ وما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ وما الذي كان مثيراً للدهشة فيما درسته؟ وما الذي ستفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من وصف الوحدة الأولى. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أعزائي الطلبة.